answers okay that sine of function ثانية واحدة. سؤال نمبر 1 okay هنا سؤال نمبر 1. سؤال نمبر 1 بيقول لي ايه؟ بيقول لي the function fx equal negative 4 هي negative في الانترفل. اكيد اكيد هتبقى في النيجاتيف. بأني انترفل هو اولا لما تبقى نيجاتيف 4 احنا بنعرف ساعتها لو هي كونستنت كده بنعرف من النيجاتيف. لو هي نيجاتيف اوكي يبقى نقول ان الفانكشن نيجاتيف في الار كلها اوكي. طيب لو هي بوزيتيف ساعتها هنقول انها بوزيتيف في الار كلها اوكي. فاحنا كده متوقعين انها هتكون ايه؟ هتكون سي الار كلها اوكي. هي نيجاتيف في الار كلها اوكي. ده اول سؤال. تاني سؤال بقى بيقول لي ان الفانكشن اف اوف اكس بوزيتيف امتى اوكي. ساعتها بقى احنا في الكيس دي كنا بنعمل حاجه. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ان ال 5x minus 3 equal 0 اوكي عشان نجيب الروت. وبعد ما نجيب الروت بنشوف هل الاكس لو هنا بوزيتيف يبقى احنا نعمل الرايت بوزيتيف. اللي في النمبر لاين على الجزء الرايت نعمله بوزيتيف. والجزء يعني مثلا سي يعني فور اكزامبل كده احنا دلوقتي عندنا 4x 5x minus 3 هتبقى 5x equal 3 يعني الاكس من هنا ب 3 over 5 تمام. فانا عندي الروت مين 3 over 5 هبدا احط على النمبر لاين هنا 3 over 5 وابدا اشوف الرايت والليفت. الجزء الرايت منها بيبقى نفس الاي اللي موجوده الكوفيشن بتاعه الاكس. فهنا الكوفيشن بتاع الاكس بوزيتيف فطبيعي ان انا احط هنا بوزيتيف اوكي. طيب الكوفيشن الثاني بقى بيبقى الاوبوزيت يعني بحط نيجاتيف. فلما يقول لي بوزيتيف امتى هروح قايله له 3 اوفر 5 لحد انفينيتي. طب هو هنا بيقول لي يعني الاكس جريتر ذان 3 اوفر 5 تمام. بيبقى هختار انهي واحده الاكس جريتر ذان 3 اوفر 5 تبقى ايه ماشي. ثاني واحده ثالث واحده. ثالث واحده بقى بيقول لي ايه؟ ثانيه واحده ثالث واحده ثالث واحده اوكي. ثالث واحده هنا بيقول لي لو الاف اوف اكس نفس الفكره بس نيجاتيف امتى. يعني نفس الفكره احنا اول حاجه بنجيب الروت بنعمل 2x minus 4 equal 0 اوكي. تطلع الاكس من هنا ب 2 تمام. دي اول حاجه. طلعت الاكس ب 2 نبدا نرسم على النمبر لاين كده 2 اوكي ونشوف هل اللي جنب الاكس كده الكوفيشن بتاع الاكس هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنلاقيه بوزيتيف فنحط على الرايت بوزيتيف ونحط على اللفت نيجاتيف. هل كده فيها مشكله؟ يبقى نيجاتيف من اول فين؟ من اول نيجاتيف انفينيتي لحد 2 كلوز ولا اوبن؟ اوبن عشان عند ال 2 اصلا الفانكشن ب بزيرو ولا هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. يبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد 2 ب. اللي بعده نمبر 4 بيقول لي the sign of the function هنا is non positive. non positive يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى نيجاتيف ممكن تبقى بزيرو صح؟ الحاجتين يعني ممكن تبقى نيجاتيف او زيرو اوكي. يعني هنبدا نجيب هي نيجاتيف امتى وعند الزيرو بامتى. فابدا اعمل ده ايكوال زيرو هروح عامله ال 6 minus 2x equal 0 يبقى انا كده عندي ال minus 2x هتبقى equal negative 6 يعني الاكس من هنا هتبقى ب 3 اوكي. هنبدا نرسم على النمبر لاين كده 3 اوكي. هنشوف بقى هنا الاكس الكوفيشن بتاع الاكس negative 2 يعني negative اوكي. فهبدا اعمل على الرايت negative وعلى اللفت positive. انا بحط على الرايت نفس الساين بتاعه الاكس اللي هي الكوفيشن بتاع الاكس اوكي. طيب هي امتى بقى كده لما تبقى نون بوزيتيف؟ نون بوزيتيف امتى بقى؟ لما تكون هنا نيجاتيف وتكون عند زيرو يعني من اول 3 كلوز لحد انفينيتي. طب ليه عملت كده؟ ليه اخدت 3 كلوز؟ عشان نون بوزيتيف يعني ممكن تبقى نيجاتيف وممكن تبقى زيرو. امتى الكلام ده؟ لما الاكس تبقى جريتر ذان وايكوال 3 من 3 لحد انفينيتي يعني الاكس جريتر ذان من الرايت هنا على النمبر لاين. من ناحيه الرايت بيكون الاكس هنا اللي هي ال 3 جريتر ذان الاكس قصدي جريتر ذان ايكوال ايه 3 ده الجزء النيجاتيف عندنا اوكي. يبقى هي دي. اللي بعده بقى اللي بعده بيقول ايه بقى نمبر كام؟ نمبر 5. نمبر 5 بتقول ان انا عندي الفانكشن دي نون نيجاتيف يعني بوزيتيف او زيرو اوكي. هي امتى بقى بوزيتيف او زيرو؟ انا بسالك كده امتى بوزيتيف او زيرو؟ نفس الفكره انا هروح عامله ال 3 ماينس الهاف اكس ايكوال زيرو اوكي. فتطلع معايا ال 3 ايكوال هاف الاكس تمام. فتطلع معايا الاكس بكام؟ ب 6. فابدا ارسم على النمبر لاين كده ال 6
بعد ما برسم السكس بشوف هنا الكوفيشنت على الاكس ايه بالنيجاتيف، بالنيجاتيف يبقى انا هحط على الرايت نيجاتيف وعلى وعلى اللفت هنا بوزيتيف، ماشي. بعدين بعمل هنا سيم وهنا الاوبزيت، تمام. بعدين بعد ما بعمل البوينت دي بشوف بقى نون نيجاتيف امتى، من اول نيجاتيف انفينيتي لحد السكس كلوز. ليه؟ عشان نون نيجاتيف يعني بوزيتيف وزيرو، يبقى من اول نيجاتيف انفينيتي لحد مين؟ السكس. طيب تمام، من اول نيجاتيف انفينيتي لحد الايه، بي، هتبقى رقم بي من اول نيجاتيف انفينيتي لحد السكس، دي رقم 5. سوري ايه، من اول هنا دي معموله اوبن، تمام. مش ثانيه احنا لسه قافل ده. بعده بقى بيقول لي ايه، بيقول لي الفانكشن برضو، بس هو مديني انترفل معين، بيقول لي هاتي في الانترفل ده مش الار كلها، فين الانترفل بقى اللي هو نيجاتيف 4 لحد 6. فانا هبدا ارسم الانترفل ده، هروح رسماه كده على النمبر لاين، يبقى نيجاتيف 4 وهنا 6، ماشي، ما فيش اي مشكله. بعدين بقى بيقول لي ايه، بيقول لي الفانكشن دي امتى نيجاتيف وبوزيتيف، فانا هبدا اعمل الاف فانكشن دي بزيرو، اوكي، فتطلع الاكس بلس 2 بزيرو، اوكي، فالاكس ايكوال نيجاتيف 2، فنيجاتيف 2 دي فين؟ اهي، اوكي، هي بتوين ال 3 والنيجاتيف 3 على النمبر لاين لما تيجي ترسمه عادي، تمام. نيجي بقى نعمل النيجاتيف 2 دي على الجزء الرايت منها، لان الكوفيشنت هنا بوزيتيف هيكون ايه؟ بوزيتيف، وعلى الجزء اللفت منها هيكون نيجاتيف، فيبقى الشكل عندنا كده. هو بيقول لي بقى الفانكشن بوزيتيف امتى؟ بوزيتيف من اول نيجاتيف 2 لحد 3. طيب اوكي، هل هو اوبن ولا كلوز؟ هو بيقول لي بوزيتيف امتى؟ ما قاليش ما قاليش، قال لي بوزيتيف امتى، لكن ما قاليش نون نيجاتيف، هو قال لي بوزيتيف، بوزيتيف من اول نيجاتيف 2 لحد 3، بس النيجاتيف 2 مش معانا، عشان لما بتحط نيجاتيف 2 في الفانكشن بيطلع لك زيرو، ما بيطلعش بوزيتيف اصلا. فيبقى النيجاتيف 2 هنا ايه، اوبن ولا كلوز؟ اوبن. طب ال 3 كلوز ولا اوبن؟ على حسب بقى الانترفل اللي هو مديهولك. هو عاملهولك هنا اوبن، يبقى لازم تبقى دي اوبن. ليه؟ لان مش في الانترفل اللي هو بيحدد لك اصلا، هات من عنده ده اللي هو من نيجاتيف 4، سوري دي نيجاتيف 4، من اول نيجاتيف 4 لحد 3، قال لك ان الانترفل اللي عندك ده لازم تختار بتوين ده، اوكي، الانترفل ده. فانا هختار نيجاتيف 2 لحد 3 اوبن، هتبقى دي. اوكي، سوري. نمبر 7. If the function fx، ومديني نفس الفكرة، مديني interval، هي نفس الفكرة، تمام. فأنا هبدأ أرسم كده negative 5 وهنا 6، ثانية، تمام، وهبدأ أشوف هي امتى انت بالنيجاتيف، نفس الفكره. فانا المفروض احدد الانترفل اللي هو مش محدده، هو اصلا بيبقى موجود عندك الانترفل، وبيقول لك هات لي هي امتى بوزيتيف او نيجاتيف في الانترفل ده، ما تطلعش بره، سواء هنا عامله لك اوبن، يبقى لازم تبقى يعني ملتزم بالانترفل ده، تمام. فانا هعمل الفانكشن هنا بزيرو، اوكي، فهتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3، اوكي. نيجاتيف 3 فين بقى هنا؟ يعني نرسمها اكبر شويه، فين هنا؟ ادي هنا نيجاتيف 5 وهنا 6، نيجاتيف 3 هنا بتوين النيجاتيف 5 وال 6، صح؟ طيب نبدا نشوف بقى الكوفيشنت اللي جنب الاكس هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف، يبقى احط هنا بوزيتيف واحط هنا نيجاتيف، يبقى احط على الرايت بوزيتيف وعلى اللفت نيجاتيف. نبدا بقى نقول هي نيجاتيف امتى، يبقى من اول نيجاتيف 5، والله هو مديك النيجاتيف 5 هنا اوبن، يبقى انا ملتزمه بالانترفال بتاعي نيجاتيف 5 لحد نيجاتيف 3. طب نيجاتيف 3 عند النيجاتيف 3 اصلا ده الروت بتاع الايكويشن، فطبيعي هيبقى اوبن، لان هو بيقول لي نيجاتيف، ما قاليش انها بزيرو مثلا عند الحته، يعني احنا عايزين كمان عند الزيرو، تمام، يعني عند الفانكشن ايكوال زيرو، هو قال لك النيجاتيف. احنا بنفرق ما بين النيجاتيف والبوزيتيف والزيرو، يعني الفانكشن عند الزيرو وعند الجزء البوزيتيف والجزء النيجاتيف، ففي مشكله؟ مفيش مشكله. نخش بقى على نمبر، يبقى هتبقى من نيجاتيف 3، من نيجاتيف 5 لحد نيجاتيف، فين فين الانسر اهو، 8 7 8، ماشي. نخش على اللي بعده، نخش على اللي بعده، اوكي. اللي بعده بقى بيقول ايه،
بيقول اللي بعده اللي بعده بقى هي نمبر 8 بيقول the function equal c يعني constant has a sign. بصوا بقى هي لو c هنا عندنا positive اوكي يبقى ساعتها هتكون الساين اكيد لايك الساين بتاعت السي هتبقى كلها بوزيتيف على اللاين كلها. لو هي بالنيجاتيف هتبقى نيجاتيف يبقى لايك ذا ساين اوف سي يبقى السي لايك الساين بتاعت السي هي اللي بتحدد لي هي اولويز اي يعني الساين بتاعتها اي ماشي. لان انا ايكوال سي دي هو مش محدد لي السي دي هي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف ولا ايه بالظبط ولا زيرو. فانا ما ينفعش اقول انها على طول بوزيتيف ولا اقدر اقول على طول نيجاتيف ولا اقدر اقول انها لايك ذا ساين اوف اكس. لا هي بتبقى لايك الكونستنت بتبقى لايك ذا ساين اوف سي على حسب السي. لو هي ايكوال 3 يبقى بوزيتيف لو هي ايكوال نيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف. اوكي نخش على اللي بعده. اللي بعده بقى نعمل اللي بعده نمبر 9 بيقول لي بيقول لي ذا ساين اوف ذا فانكشن ده ماشي ايكوال 0 ذا سيم اوف ذا فانكشن. بيقول لي ايه ان sign of the function دي on R is the same as the sign of B يعني ساعتها الفانكشن دي بصوا تخيلوا الفانكشن دي اللي هي AX plus B انا بقول لك ان ايه انها the same as the sign of B يعني الفانكشن دي الفانكشن دي ثانية واحدة عشان هو عمل هنا ثانية واحدة ماشي. بصوا الفانكشن دي اللي هي ايه اكس بلس البي اوكي تمام اللي هي ايه اكس بلس البي انت الفانكشن دي هتبقى الساين بتاعتها نفس الساين بتاعت البي اكيد لو الاب زيرو عشان لو الاب زيرو الترمين اصلا هيبقى مش موجود عندك هتبقى الفانكشن اكس ايكوال بي. فلو البي بوزيتيف يبقى اكيد الاف اوف اكس بوزيتيف لو هي البي نيجاتيف يبقى الاف اوف اكس نيجاتيف يبقى ذا ال لما الاي تبقى بزيرو تمام. نخش على تن تن بقى بتقول ايه تن بتقول ايه ذا فانكشن ax power 2 plus bx plus c has one sign on rf has one sign يعني positive دايما او negative دايما اوكي لو الاف بس انا دلوقتي مديك quadratic equation يعني مش constant فانت هتحدد بقى منها. بص بقى has one sign لو ال b square minus 4 c less than 0 لو discriminant less than 0. ليه اشمعنى انا مخترتش ال greater than هنا بيطلع لك two real numbers صح توري نمبرز بيبقى شكلهم عامل كده مثلا الكوادراتيك كويشن بتبقى ساعتها بتكت الاكس اكسس في 2 بوينت صح فانت ساعتها بتعرف الجزء البوزيتيف والنيجاتيف بس ما بيبقاش بوزيتيف كله او نيجاتيف كله اوكي. طيب ليه ما قلتش بي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0 عشان انت عندك اصلا البي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0 دي بتكت في بوينت واحده اوكي يعني بتكت هنا في بوينت هي اي نعم بتبقى بوزيتيف هنا على طول وبوزيتيف هنا على طول بس هنا بتبقى بزيرو اوكي فهنا بتبقى بزيرو يعني مش كلها بوزيتيف. امال امتى بتبقى بوزيتيف ونيجاتيف لما بتكون كومبلكس بيبقى ساعتها الديسكريمينانت ليس ذان الزيرو فساعتها بتبقى بوزيتيف كلها او نيجاتيف كلها الفانكشن من غير بوينت معينه واحده تقول لك انها عندها بزيرو فتختار الايه البي سكوير ماينس 4 اي ليس ذان الزيرو تمام. اللي بعد انا لازم اروح اقفل الباب ثانيه ننزل تحت بقى ثانية واحدة احنا دلوقتي نزلنا على 11 12 ماشي 11 بقى بيقول the function f of x equals 3x the sign of the function f is negative in the interval. طيب بص بقى انا هحط نفس الحاجة هحط ال function دي بزيرو هلاقي ان 3x equals 0 لما ال x بتبقى بزيرو هبدا ارسم الانترفال عادي النمبر لاين عادي صفر. طيب هنا الكوفيشنت البوزيتيف يعني بوزيتيف هنا ونيجاتيف هنا تمام. دي لينير فانكشن بنعمل على طول كده بنعملها ايكوال زيرو ونبدا نجيب الروت بعد كده نعرف على الرايت لو هي بالكده وعلى نفس الفكره تمام المفروض انتوا عارفينها اوكي. فانا دلوقتي هو بيقول لي نيجاتيف امتى من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو قال لي نيجاتيف امتى يعني الزيرو عندك هي اصلا بيخلي الفانكشن بزيرو فمش هناخد دي فهناخد من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو
من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو اوبن، تمام؟ نخش على 12، تمام؟ 12 بقى بتقول ايه؟ 12 بتقول ان الفانكشن دي از نيجاتيف امتى؟ دي كوادراتيك ايكويشن، لازم نجيب الروت بتاعتنا الاكس سكوير هتبقى ايكوال 9. انا عملت الفانكشن هنا بزيرو عادي مفيش اي حاجه، اوكي؟ فهتبقى اكس سكوير ايكوال 9، يعني الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. نسمع على النمبر لاين ونعرف الجزء البوزيتيف والنيجاتيف. ادي نيجاتيف 3 هنا 3 هنا، از هنا سيم وهنا اوبوزيت وهنا سيم. هنا الكوفيشن بتاع برضو بنبص على اني كوفيشن لفين السؤال على الاي، الاي هنا بوزيتيف يبقى هحط هنا بوزيتيف وهنحط هنا نيجاتيف. يبقى بوزيتيف امتى؟ امتى فهنا هنا عشان بس بجد احنا في 12. بوزيتيف نيجاتيف امتى وعايز نيجاتيف امتى؟ نيجاتيف من اول نيجاتيف 3 لحد 3 اوبن. طب ليه ما خدتش نيجاتيف 3 و3؟ عشان النيجاتيف 3 و3 عندها الفانكشن بي بزيرو يبقى بي، تمام؟ نخش على 13. بعد 13 هنحاول نخلص بسرعه يعني. 14 بقى 13 الاول بيقول لي ايه؟ ان الفانكشن دي بوزيتيف امتى؟ بص بقى لما تبص على الفانكشن هنا هتعمل الفانكشن هنا بزيرو، اوكي؟ ان كوادراتيك ايكويشن فلازم نعملها ايكوال زيرو. هتلاقي في نيجاتيف 1 هنا، هتفكر بدماغك تقول انت اخذت ده نيجاتيف 1 ده، يعني الكلام ده ما ينفعش نعمله في الار. احنا كده فين؟ في الكومبلكس. انت كده اول ما تفكر كده هتلاقي ان الموضوع كومبلكس، تمام؟ الكومبلكس بنحدده ازاي؟ احنا قلنا الكومبلكس بيبقى بوزيتيف دايما او نيجاتيف دايما، تمام؟ وبنحدده عن طريق هنا الاي ب1، اوكي؟ فهي كده ب1، اوكي؟ يعني بوزيتيف، صح؟ يبقى هي بوزيتيف دايما لما الاكس تبقى بيلونج لمين؟ للاور، اوكي؟ دي 13 ماشي، عشان هنا كومبلكس وانا قلت لك انها بتتحدد عن الطريقه دي، اوكي؟ نخش على اللي بعده 14 بقى بتقول ايه؟ 14 بتقول، اوكي؟ 14 بتقول، 14 بتقول ان احنا عندنا الفانكشن f of x positive امتى؟ هي نفس الفكره يا جماعه، احنا هنحل الكوادراتيك ايكويشن بتاع الكالكوليتر ونجيب التولز وبعد كده نشوف the same والopposite، تمام؟ فهنعمل هنا shift 3 هتبقى 1 negative 6 9، اوكي؟ فتطلع الاكس ب 3 وبس، طلعت ب 3 بس، ماشي؟ يبقى ادي ال بتقاس الاكس اكسس بوينت واحده، اوكي؟ يعني هنا، اوكي؟ هتبقى عامله كده، تمام؟ فهو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هي بوزيتيف في انهي انترفل؟ هي بوزيتيف احنا هنا اولا في لما بتقاس في بوينت واحده كده، تمام؟ بنعمل هنا بوزيتيف ذا سيم اوف اي اوف اكس بار 2 وهنا كمان بوزيتيف، تمام؟ يعني بيبقى بوزيتيف كله ما عدا عند ال 3 هيكون a بزيرو، فهتبقى r ماينس ال 3. دي 14 طلعت c، 14 c، تمام؟ نخش على اللي بعده. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ لما بتقاس في بوينت واحده، هما 3 كيسز في الكوادراتيك ايكويشن. اول كيس ان هي تقاس في بوينت واحده، تمام؟ فساعتها بيبقى بوزيتيف هنا على طول او بوزيتيف هنا على طول او نيجاتيف على طول ونيجاتيف على طول على حسب الاي، او انها تكون كومبلكس اصلا فبتبقى يا بوزيتيف على طول يا نيجاتيف على طول، او بتبقى انا بقول الديسكريمينانت، يا اما الديسكريمينانت بيبقى او بيبقى عندك تو روتس في الايكويشن، فلو طلع معاك تو روتس في الايكويشن بيبقى في حاجه ذا سيم، بيبقى كده مثلا 2 هنا و4 بيبقى في حاجه سيم مثلا على حسب الاي، تمام؟ هم دول الثري كيسز اللي بتحل عليهم نفس كل الافكار دي، تمام؟ نخش بعد 15 بقى. 15 بيقول ايه؟ بيقول لي الانترفال ان ويتش ذا فانكشن دي بوزيتيف امتى، اوكي؟ فانا هبدا اعمل ايه بقى عشان احل السؤال ده؟ اولا انا عندي الفانكشن هنا برضو هي 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 نفس الفكره، انا برضو هروح عامله كده وهطلع التو روت، هعمل شيفت مود هنا نفس الحاجه واروح عامله 1 نيجاتيف 5 6 سوري 1 نيجاتيف 5 6 فتطلع 3 و2، فنبدا نحط هنا 2 وهنا 3، اوكي؟ بعدين هنا بوزيتيف هنحط هنا الجزء البوزيتيف، اوكي؟ وهنحط هنا النيجاتيف، اوكي؟ طبعا بيقول لي بوزيتيف امتى؟ هي بوزيتيف من اول الار ماينس ال2 وال3 كلوز كده، تمام؟ عشان هو ده الجزء اللي عندي بيكون بوزيتيف، اوكي؟ دي نمبر كام؟ 15 15 15 سي، تمام؟
يبقى كده مفيش فكرة. طب قال لي نيجاتيف امتى؟ هنروح قايلين من 2 و3. اوكي تمام. نخش على اللي بعده 16. 16 بقى بتقول ايه؟ 16 بتقول ان الفانكشن بوزيتيف ات اكس بيلونج للكلام ده. اوكي يعني هو اصلا بيقول لي انها بوزيتيف ات اكس بيلونج للكلام ده. يعني ايه؟ دي اهو نيجاتيف 2 وادي 5 وهي بوزيتيف لما بتكون هنا يعني دول. اوكي ماشي. واكيد هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. طيب انتوا مش فاهمين حاجه عند النيجاتيف 2 5 وعمل لي اوبن عشان عندها الفانكشن بايه؟ بزيرو. يعني ايه عندها الفانكشن بزيرو؟ يعني دول التو روتس عندك. دول التو روتس اللي عندك اللي هم مين؟ النيجاتيف 2 5. هو عايز الكوادراتيك ايكويشن بقى ان التو روتس عندك بنيجاتيف 2 5. هنعمل السم والبرودكت. السم هنا هيبقى كام؟ نيجاتيف 2 بلس 5 فيبقى 3. البرودكت هيبقى كام؟ هيبقى نيجاتيف 10. هنعمل اكس سكوير ماينس السم يعني ماينس 3 اكس بلس البرودكت يعني نيجاتيف 10 ايكوال 0. هنشوف اول ايكويشن كده. السؤال ده في حاجة غريبة. ليه بقى؟ لها x سكوير ماينس 3x ماينس 10. اوكي بس في حاجة، في حاجة ليه اخترنا دي وما اخترناش a؟ يعني ليه انا اخترت دي؟ يعني انا لو عملت هنا point negative 1 بقى negative x سكوير plus 3x plus 10 صح؟ ليه بقى انا اخترت دي وما اخترتش a؟ عشان انا عندي لو بصيت كده هتلاقي same اوكي same بنعملها على حسب الكوفيشن بتاع الـ x power 2. فهو المفروض اللي جنب الكوفيشن بتاع الـ x power 2 يكون negative. فعشان كده انا اخترت دي وما اخترتش a. ماشي فهمت الفكرة؟ يعني انا اخترت هنا negative عشان لما رسمت عملت هنا الجزء البوزيتيف اكيد هنا يبقى اوبوزيت الساين اللي انت قلت لي انها بوزيتيف. يبقى هنا نيجاتيف. يبقى النيجاتيف هنا لما بتيجي تعمل النمبر لاين بتعمل هنا سيم الكوفيشن بتاع الاكس باور 2، هنا بتعمل الاوبوزيت بتاع الاكس باور 2. تمام مفيهاش اي مشكله. نخش على اللي بعده. اللي بعده هنا اللي بعده هنا بيقول لي 17 انا عندي الفانكشن بالشكل ده negative في الانترفل ده then the product of the two roots of the equation. هي خلاص التو روتس عندك مين؟ 2 و 3. يبقى البرودكت مين؟ هيبقى 6 17 6. ما انت خلاص عارف التو روتس هنا 2 و 3 عشان هو عاملهم لك open عشان عندها الفانكشن بزيرو. يبقى هم دول التو روتس. البرودكت بقى بتاعهم بكام؟ 6 2 باي 3. طيب 18 بيقول لي the sign of the function of two roots. اه بصوا بقى 18 بقى عشان 18 دي عايزه كده نرسم بقى وحاجات كتير كده ونقعد نفكر كده. بصوا بقى هعمل بلاك. بصوا بقى احنا عندنا هنا كام في 18؟ اولا هو بيقول لي the sign of the function of two roots okay are both positive at x. يعني انا اجيب الانترسكشن من الاخر. يعني الانترسكشن هنا امتى بوزيتيف وامتى هنا بوزيتيف ونجيب الانترفل بقى اللي فيهم هما الاثنين بوزيتيف. فاهمين حاجه؟ فانا هبدا اشوف الفانكشن هنا امتى بالبوزيتيف. اولا فانكشن هنا الروت بتاعتك مين؟ 1 ومين؟ ونيجاتيف 2. نبدا نرسم كده على الانترفل على النمبر لاين نيجاتيف 2 و 1. تمام. بنعمل هنا اولا لو جيت تعمل هنا هتعمل x باي x first باي first second باي second third باي second plus second باي first. بس انا عايزه الكوفيشن بتاع x باور 2 عشان احدد هنا. فهنا same وهنا same وهنا opposite. تمام. ده الشكل الاولاني بتاع دي مين؟ الفانكشن x. طب ماشي الجي اكس بقى. اوكي الجي اكس انا هعمل نفس الحاجه. هرسم الفانكشن فين اهي جي اكس. هبدا احلها على الكالكوليتر عشان اجيب التو روتس. هنعمل ايكويشن 3. هنعمل بقى كام؟ الكوفيشن بتاع الاكس نيجاتيف 1 0 9. يبقى انا كده عندي 3 ونيجاتيف 3. ابدا احط هنا نيجاتيف 3 واحط هنا 3. تمام. بعد ما عملت كده اوكي هبدا اشوف هنا الكوفيشن بتاع الاكس باور 2 بالنيجاتيف. يبقى هنا نيجاتيف اوكي وهيبقى هنا بوزيتيف. تمام. هو بيقول لي هو بوزيتيف امتى؟ اوكي يعني انا عندي من اول نيجاتيف 3 لحد 3 في البوز امتى بوزيتيف؟ بصوا بقى نظر كده. لو احنا جينا بصينا هنا هنلاقي ال1 لحد 3 بالبوزيتيف صح؟
لان انت عندك من 1 هنا لحد انفينيتي بالبوزيتيف، ومن اول نيجاتيف 3 لحد 3 بالبوزيتيف، يعني من اول 1 لحد 3 بالبوزيتيف. اوكي، ونبص للناحيه الثانيه من نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 2 بالبوزيتيف. هنا من نيجاتيف 3 لحد النيجاتيف 2 هيبقى بالبوزيتيف، فهيبقى يعني تخيل هنا في يعني هنا من نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 2 صح؟ اوكي، فالنيجاتيف 3 بتبقى موجوده هنا تمام. فانت عندك من نيجاتيف 3 لحد نيجاتيف 2 هنا تعتبر برضو بالبوزيتيف، هناخد من نيجاتيف 3 لحد نيجاتيف 2 هناخد من اول ال1 لحد 3 بالبوزيتيف اوبن طبعا، وهناخد من نيجاتيف 3 لحد النيجاتيف 2 برضو ايه بوزيتيف. انا مش عارفه هي وصلت لك ولا لا، بس انا حاسه ان ايه اني ممكن ارسمها بطريقه احسن او اوصلها لك بطريقه احسن، بس مش ايه مش عارفه. بص انا رسمت الفانكشن الاولانيه وجبت التروث عندها، وجبت الفانكشن الثانيه وجبت التروث عندها، لو كنت ترسمها كلها في حته واحده يمكن تظبط، مثلا واحده فوق واحده تحت، خدت هنا 1 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 2 وهنا 1، وهنحط هنا 3 نيجاتيف 3 وهنحط هنا 3 من 1 ونيجاتيف 2. هنا الجزء المين هحطه فوقها، الجزء البوزيتيف اهو، دي الفانكشن اكس ها، الجزء البوزيتيف اهو اوكي، عشان زي الفانكشن زي الاكس باور 2، وهنا الجزء الايه البوزيتيف برضه تمام، وهنا الجزء النيجاتيف. طب الجي اكس فين بقى؟ من اول نيجاتيف 3 لحد 3 العكس بقى، لان الكوفيشن بتاعها نيجاتيف، فهنا هيبقى نيجاتيف وهنا هيبقى. فانت هتلاحظ ان من اول 1 ل 3 بقى بوزيتيف ماشي. طبعا ثانيه واحده بس كده، هي نيجاتيف 3 هنا، بصوا نيجاتيف انا عاملاها غلط، المفروض هنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 2، النمبر لاين بتتكتب نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 فاهم حاجه، فانا عكست اوكي. فانت عندك سوري بقى ثانية عشان انا عكست عكسة غريبة جدا. بص انت عندك هنا النيجاتيف 2 احنا قايلين هنا بالجزء البوزيتيف تمام، دي الفانكشن اكس هنا جي اكس، معرفش هتوهتك اكتر ولا لا، هتعمل هنا بوزيتيف 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 وهنا النيجاتيف، هتلاقي ان الجزء البوزيتيف هنا من نيجاتيف 3 لحد نيجاتيف 2 ومن 1 لحد 3 اوكي اوكي، وتعمل اليونيون من اول هنا لحد هنا، اليونيون ده كل ده بوزيتيف. معرفش بقى وصلت ولا لا، بس ان شاء الله تكون وصلت، يعني لو وصلتش ممكن تيجي تسالني في في السيشن بقى تيجي كده يعني. 20 20 عشان ناخد ايه ناخد تيست 20 بقى. بيقول ايه 20 20 هنا بيقول لي ان لا انا على اساس عملت سكيب سؤال هنا. الساين اوف ذا فانكشن اوف تو فانكشنز، الساين اوف ذا تو فانكشنز اف و جي، واديني الفانكشن هنا والجي اكس بالشكل ده نفس الفكره ماشي. هنجيب هنا عند ال x equal to، لان احنا بنعمل function equal to وخلاص بقى انتوا فاهمين، هنا 2 هنعملها هنا same لان ده linear وهنا ال opposite تمام. هنبدأ نعمل ال gx هيبقى هنا 4 negative 4 equal ال x power 2 ثانية، ممكن نعملها بزيرو يعني هنعمل negative x power 2 equal negative 4 يعني ال x equal positive or negative 2، فنبدأ نرسم هنا positive or negative 2، ادي negative 2 وهنا 2 تمام. بعد ما عملت كده امسح بس الجزء الغريب اللي انا عملته ده، حليتها مع نفسي بسرعه من غير كده، كنت هلاقيها كالكوليتور وتحلها، دي كوادراتيك ايكويشن، الكوفيشن بتاع الاكس باور 2 نيجاتيف 1 والبي هنا ب 0 والسي هنا ب 4، هنبدا بقى نحلها عادي، دي الفانكشن اكس ودي جي اكس، شايف ان احنا هنرسمهم مع بعض احلى، فانا هرسمهم لك دلوقتي مع بعض. بعدين الجي اكس هنا من نيجاتيف 2 لحد 2، اولا هنا الكوفيشن بالنيجاتيف هنحط هنا نيجاتيف، وبعدين في في النص كده هنحط بوزيتيف اوكي. بعدين بقى لو انا جيت قسمتهم مع بعض، ادي من نيجاتيف 2 لحد 2 اوكي ماشي، هعمل هنا الاف اوف اكس وهنا الجي اوف اكس، بشوف امتى هو امتى بالنيجاتيف ها، هنا هنحط النيجاتيف اهو وهنا النيجاتيف اهو وهنا البوزيتيف اوكي. وبعدين من 2 لحد انفينيتي هنا بوزيتيف، من 2 لحد انفينيتي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف.
فهنلاقي فين النيجاتيف اللي هيحصل من الانترسكت من اول نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 2. اوبن ولا كلوزد؟ اكيد اوبن. ليه؟ عشان عند النيجاتيف 2 فانكشن جديد يبقى بي 19 هتطلع بي. ماشي، ارسمهم مع بعض كده وان شاء الله هتظبط معاك. ماشي، هي ممكن تبقى رخمه شويه بس انا حاسه انك لو رسمتهم مع بعض زي ما انا عملت كده وحطيتهم قدامك كده هتلاقي الموضوع سهل. 20 بقى، 20 بقى بيقول ايه؟ هو مديك الفانكشن هنا وبيقول لك ان الاي لسه نزل. ماشي، وبيقول لي ان التو روتس عندك هما 2 نيجاتيف 5. then the function f بوزيتيف امتى؟ طب نمسك حاجه حاجه. احنا اول حاجه هنحط مين؟ النيجاتيف 2 التو النيجاتيف 5 و2 كده اوكي. وبيقول لي ان الاي لسه الزيرو، يعني انت بتقول لي ان الاي لسه الزيرو يعني عايز تقول لي انها نيجاتيف، يعني الكوفيشن بتاع الاكس باور 2 بالنيجاتيف فين بقى؟ هنا اوكي. وبالبوزيتيف فين؟ يبقى احنا هنا بنعمل سيم، هنا سيم، هنا بنعمل اوبوزيت، يبقى بالبوزيتيف هنا. يبقى بالبوزيتيف فين بقى؟ من اول نيجاتيف 5 لحد 2 اوبن. طبعا اخدنا اوبن عشان احنا النيجاتيف 5 وال 2 هما دول التروث اصلا، يعني الفانكشن عندها بايه؟ بزيرو كده لحد 20 20C. خش على البيج اللي بعدها. خش على البيج اللي بعدها. بس ايه وانا ايه في ايه كده؟ خلصنا البيج دي. ماشي 21 بقى when investigate the sign of the function f it's sufficient that you know. بص بقى، احنا عشان نعرف ال sign of the function لازم نحقق، يعني لازم يبقى متحقق ايه، يعني او يعني متحقق يعني المفروض تبقى عارف ايه عشان تقدر تعرف ال sign of the function. تمام، انت دلوقتي عايز تعرف ال sign of the function هل هي positive ولا negative، فانت تعرف ازاي هي positive ولا negative. تمام تمام، ازاي بقى تعرف ازاي؟ هي هتطلع ب. ليه بقى ما قلتش a؟ هي لو ال a parallel لل x axis يعني ممكن تبقى parallel كده ساعتها هتبقى positive، ممكن تبقى parallel كده ساعتها هتبقى negative. اوكي تمام، عند ال x axis ده لو هي parallel كده هتبقى positive، لو هي parallel كده هتبقى negative. فانا كده معرفتش برضو هل هي positive ولا negative. انت بتقول لي ان انت عايز تعرف. اوكي فانا اوكي هشوف b بقى. b ال curve of the function lies completely below the x-axis. يعني ايه؟ يعني المفروض ان هو موجود كله تحت ال x-axis، يعني مثلا lies completely below the x-axis only. اوكي فساعتها انت هتعرف هي positive امتى. هتبقى بوزيتيف امتى ونيجاتيف امتى؟ ثانية واحدة يا شباب، هي دي 21 صح؟ 21 هي لو لايس كومبليتلي تلو الاكس اكسس اونلي، ده الاكس اكسس صح؟ ساعتها هتعرف هي بوزيتيف امتى. هي كده لو هي كده فكده احنا عرفنا انها على طول بالنيجاتيف. فهمت حاجة؟ يعني انت خلاص كده عرفت على طول لو هي لايس كومبليتلي بلو والاكس اكسس انت مش هتخمن هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، انت هتعرف انها على طول نيجاتيف. فاهم حاجه؟ فاهم حاجه؟ يعني هي بي، فيعني ممكن نتناقش فيها في اخر الفيديو بقى. ماشي 22 الفانكشن هنا اي اكس بلس بي دي از ا فانكشن اف اكس دي اي اكس بلس بي ومديك الاكس ايكوال ال، وبيقول لك ان ال ده الروت بتاع الايكويشن. فانت من غير تفكير الروت بتاع الايكويشن، يعني انا لو حطيت ال هنا تبقى الفانكشن هنا بزيرو، فهنعمل a l plus b equal 0. دي اول بوينت. تاني بوينت هنقول ايه؟ بيقول لي ان مش عارفه ايه زين بقى f l plus 1 by f l minus 1. بص بقى احنا هنا ال اصلا لو ادينا ال b الناحيه الثانيه هتبقى نيجاتيف b، وهنا ايه ال؟ ال ال ساعتها هتبقى نيجاتيف بي اوفر ال ال صح؟ تعالى نعمل سبستيوشن كده اف ال بلس 1. اوكي؟ ثانية اف ال بلس 1 يعني هنحط بدل الاكس، فين الاف اكس عندنا؟ اهي هنحط بدل الاكس دي ال بلس 1. اوكي؟ فساعتها هيبقى ال بلس 1 وفي هنا ايه؟
اوكي بلس البي صح، وهنعمل اف ايه بقى ال ماينس 1، فساعتها هتبقى ايه ال ماينس 1 كده، انا حطيت بدل الاكس ده بلس البي تمام. هو بيقول لي لو احنا عملنا باي الحاجتين دول، تعالى بس نفك كده، هتبقى ايه ال بلس اي بلس بي، وانا جبت ال ال فوق. ها لو حطيت ال ال هنا بنيجاتيف بي اوفر الاي، هنشيل a مع a plus a plus b، يعني تطلع في الاخر a a، فدي طلعت a. فين هنا fn؟ دي طلعت a. طب fl minus 1، fl minus 1 هتبقى الشكل كده، سوري ثانية واحدة كده، دي ال fl minus 1 هتبقى al minus a plus b. ال l هنا بكام؟ بنيجاتيف b over ال a تمام، هيتبقى معانا نيجاتيف بي نيجاتيف ايه بلس بي، فيتبقى معانا في الاخر ايه نيجاتيف ايه، حط هنا نيجاتيف ايه، يعني هنا ده باي ده هيطلع نيجاتيف ايه باور 2، يعني بالنيجاتيف، والاي ده كونستنت اكيد يعني، فهتبقى ايه يبقى اكيد بيلونج للار نيجاتيف. هاتي مشكله ماشي، مش عارفه بقى وصلت ولا لا، بس انا كل اللي انا عملته ان انا اخدت اول جيفن هوم دي لك. هو بيقول لك ان دي روت سبيكوشن، جبت ال ال بعد كده رحت جبت عملت سبستيوشن بالاف ال بلس 1 دي في الفانكشن نفسها، فاهم حاجه؟ ورحت عملت باي برضو نفس الحاجه، وبعد كده انا واخده جيفن عندي ان ال دي ب a، فاقدر اعرف ده باي ده ايكوال a، فهمت حاجه؟ بس يا رب بقى سيبك مش لذيذه يعني مش قادره حاجه. بعدين بقى خش على which of the following functions is positive for all امتى positive؟ اوكي هنقول بوزيتيف امتى؟ اول واحده دي باينه انها بوزيتيف عشان هي نفس ثانيه عشان هي باينه انها كوادراتيك تمام. كوادراتيك ازاي؟ هقول لك اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 4 والكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 هنا بالبوزيتيف، فهي بوزيتيف بوزيتيف خلاص هي بوزيتيف اوكي، ف هي بوزيتيف اوكي، فدي بوزيتيف عشان الاي هنا جنب الاكس او الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 بالبوزيتيف، وهي كومبلكس اصلا فهي يا بتبقى بوزيتيف يا بتبقى نفس اللي انا قلت لك ماشي. هنا بقى لو هي 3 بالبوزيتيف فاكيد هتبقى كلها بالبوزيتيف، يبقى على طول ما دام اي وبي مفيش هنا اي وبي يبقى قلت ايه بريفيوس كل دول، يعني اكيد السي هتطلع هي كمان ماشي. غير تفكير بقى اللي بعد 24 بيقول لي الفانكشن دي از نوت، بيقول لي نوت نيجاتيف امتى في انهي انترفال، فانا هبدا احل دي على البتاع على النمبر لاين، فنعمل شيفت نوت 5 كده، فنعمل هنا نيجاتيف 1 سوري سوري ثانية بجد ثانية 3، هنعمل نيجاتيف 1 هنعمل 4 نيجاتيف 1 4 وبعد ال 4 هنعمل ايه 12 هتطلع 6 اوكي ونيجاتيف 2، هنحط هنا نيجاتيف 2 وهنحط هنا 6 اوكي. بعدين بقى هنروح عايزين هنا الكوفيشن بالنيجاتيف، فنحط هنا ايه سيم والكوفيشن هنا بوزيتيف تمام. هي نت نيجاتيف امتى بقى؟ يعني نت نيجاتيف يعني بوزيتيف او بزيرو، امتى بالبوزيتيف او بالزيرو؟ من نيجاتيف 2 لحد 6 كلوز تمام. خش على اللي بعد بيقول لي ان الفانكشن هنا احنا قربنا خلاص مش بيقول لي ان الفانكشن هنا بوزيتيف امتى؟ نفس الحاجه انا اولا هرسم على النمبر لاين التو روتس عندي دي 1 نيجاتيف 2 طبعا الاول هنا وهنا 1 تمام. بعدين هنا في نيجاتيف يا شباب، يعني احنا عملنا فيرست باي فيرست سكند باي سكند، النيجاتيف هيخش على البراكت الكبير اللي عندك، فهتبقى الاكس باور 2 الكوفيشن بتاعها بالنيجاتيف، فهنحط هنا نيجاتيف اوكي وهنحط هنا بوزيتيف، فهو بيقول لي ان هو بوزيتيف في انهي انترفال؟ خلاص هي بوزيتيف، ها قال لي بوزيتيف بس بوزيتيف من نيجاتيف 2 لحد 1 اوبن، خدتش كلوزد ليه؟ عشان هو بيقول لي بوزيتيف، ماليش عند الزيرو كمان، ماليش نون نيجاتيف باخد الزيرو والبوزيتيف، فاهم حاجه؟ فهتبقى سي. ماشي هنبدا نعمل بقى فين احنا 26 و27 بقى بسرعه عشان مش عارفه ممكن كم سؤال كده. خش على 26 هنا represent a first degree function of x، الفانكشن بوزيتيف في انهي انترفال؟ بصوا شباب باين قوي الفانكشن منين؟ من اول طول حتى انفنتي الجزء اللي فوق ده
يبقى من اول 2 لحد انفنت، من اول 2 لحد انفنت. طب ال 2 معانا اوبن، اوبن اكيد لان هي عند ال 2 اصلا الواي بزي اهو البوينت دي اسمها 2 ودي عندها الواي بايه بزيرو. اوكي يبقى من اول 2 لحد انفنت. طب الفانكشن نيجاتيف امتى؟ من اول هنا الجزء ده كله اللي تحت اللي هو من اول نيجاتيف انفينيتي لحد 2. طب من نيجاتيف لحد انفينيتي، من نيجاتيف انفينيتي لحد 2 اوبن ولا مش اوبن؟ اوبن عشان قلت لك نفس الفكره. نروح بقى نخش بقى على الاوبوزيت فيجر ده نفسه برده. بيقول لي الفانكشن اكس بزيرو امتى؟ اكيد عند ال 2 روتس دول هتلاقي الواي بزيرو اهو. الواي اهي بزيرو، الواي اهي بزيرو، ما اعرفش انت فاهمه ولا بس الواي بزيرو. فانت عندك هنا دي مين 3 ودي مين نيجاتيف 1 غالبا، هي من نيجاتيف 1 و 3 تمام. الاكس بيلونج نيجاتيف 1 و 3 لما الفانكشن تبقى بزيرو. طيب امتى بقى، امتى تبقى جريتر ذان زيرو؟ واضحه اهو ادي الزيرو عندك اهو. امتى تبقى جريتر ذان زيرو؟ من اول والحته دي برده من اول لو احنا رسمينه كده تعالى ارسمه هنا، هنا نيجاتيف 1 وهنا 3 تمام. نيجاتيف 1 و 3 اولا الجزء اللي تحت ده نيجاتيف وده بوزيتيف. عرفت ازاي؟ اهو عندك اهو ده الجزء البوزيتيف وده الجزء البوزيتيف اللي هو الرايت منه ده، وده الجزء النيجاتيف اللي هو اللي تحت ده. اوكي فانت بقى هتعمل ايه بقى؟ هتروح قايل امتى بتبقى بوزيتيف من اول الار ماينس النيجاتيف 1 و 3 كلوز. طب امتى تبقى بالنيجاتيف؟ يبقى من نيجاتيف 1 ل 3 اوبن. ماشي ما فيهاش حاجه اشرحها يعني تمام. اللي بقى 28 كده في سؤال، في اسئله مش موجوده ماشي. هي لحد 20 كام؟ 28 بقى بيقول لي الفانكشن هنا x minus a power 2 عايز ان f of a plus 1 by f of a minus 1. بص بقى احنا كده فاضل لنا 28 و 29 بس في اسئله معمولها كده ثانيه واحده كده. طب هحلهم الاول بعد كده اوصل اللي معملهم. 28 بتقول ايه؟ بيقول لي function x minus a power 2 then f of a plus a by f of a minus a minus 1. هنا لو عملنا دي x power 2 plus a power 2 minus 2ax صح؟ ما علينا. لو احنا حطينا الفانكشن هنا ب a plus 1 يعني حط بدل x a plus 1 minus a power 2 ماشي power 2. فانت عندك ال a هتتجمع ال a فهتطلع f of 1 صح؟ تمام. بس بصوا يا شباب اي رقم محطوط هنا هيطلع بالبوزيتيف صح؟ والله لو حطيت a minus 1 هيطلع بالبوزيتيف برضه لانها power 2. اهم حاجه الاكس هنا سواء حطيتها باي رقم طلعت نيجاتيف 2 هتطلع بالبوزيتيف، فطبيعي هتبقى بيلونج للار بوزيتيف من غير ما افكر اصلا. ماشي 29 بقى بص هقول لك فكرتها. انت عندك الفانكشن هنا ايكوال 0 والروت بتاعتها الموديل الروتس اللي بيخليك الفانكشن بزيرو، وبيقول لك ان الاف دي كوادراتيك فانكشن وقال لك ان ال جريتر ذان الاف ذان اف اوف ال بلس 1 باي اف اوف ام ماينس 1. احنا لازم نجيب ريليشن ما بين ال والام ماشي. الحاجه الوحيده اللي انا فكرت فيها ولقيتها نفعت يعني، فانا هكتب الكوادراتيك ايكويشن العاديه بتاعتي اكس سكوير ماينس السم بلس البرودكت تمام. الكلام ده كله ايكوال 0 تمام. فانا هحط ايه بقى؟ هحط هعمل يعني دي f of a of x سيبك من كل ده. انا هحط بقى f of a l plus 1 تمام. وبعد ما احط f of a plus 1 هعملها كلها equal a عشان اجيب ريليشن ما بين ال L وال M. هي ما جاتش معايا حاجه كده بس ثانيه واحده ثانيه انا نرجع تاني للفيديو. اوكي سيرتي بقى. اوكي اول حاجه سيرتي هو هنا بيقول لي ان
انا عندي ال L ده الروت بتاع الفانكشن اوكي، واكيد الفانكشن عندها زيرو عشان ده الروت اصلا بتاع الفانكشن. فانا هعمل f L كده equal، بشيل ال X واحط بدلها L، هتبقى A L plus B اوكي، واكيد عندها الفانكشن هنا بزيرو اوكي. فانا هعمل كده هعمل A L plus B equal zero، يعني A L equal negative B، يعني ال L هنا هتبقى negative B over A، هي نفس السؤال اللي فوق بالظبط. بعد ما جبت انا ال L negative B over A وهبدأ اجيب بقى F L plus 1 و F L و F by F L plus 3، هجيب F L plus 1 بالشكل ده، ثانية واحدة، هجيب F L plus 1 بالشكل ده، هيبقى هيعمل هنشيل بدل ال x هنا ال plus 1 هتبقى f، هتبقى a ال plus 1 plus b، هتبقى a ال plus a plus b، واحنا جبنا ال L هنا negative b over ال a بالشكل ده plus a plus b، هنشيل ال negative b مع ال b فيتبقى في الاخر a، هنا دي equal a. بعدين هنجيب f ال plus 3 برضو، هنحط بدل ال x هنا ال plus 3، هتبقى a l plus 3 plus b اوكي، هتبقى a l plus 3 a plus b. طبعا انا عندي ال l هنا بنيجاتيف b over ال a فيتبقى معايا نيجاتيف b، هنشيل نيجاتيف b مع b فيتبقى معايا 3 a، فانا عملت ال a by 3 a فيطلع 3 a power 2، فطبيعي ال a power 2 ال a power 2 دي تطلع لي الحاجة بالبوزيتيف، فطبيعي ده كل ده بقت بوزيتيف فهتبقى belong لل r positive. اللي بعده 31 بيقول لي if the curve of the function f، وبيقول لي ان ال f دي linear function، وبيقول لي intersect ال x axis عند 3 و 0 بالشكل ده، ادي 3 و 0 وادي linear function تمام، وبيقول لي which of the following statement بيكون true، يعني فاحنا هنشوف ال f 2، هل ال f 2 هنا هنا 2 اوكي، طبعا هنا 2 قبل 3 وهنا 3 بعدها 4 ممكن 5 وهكذا كده. احنا عندنا هنا 2، هل ال f 2 هنا لو احنا جينا هنا عند ال 2 هل هي هتبقى greater than ال f 3؟ طب ما هتبقى negative، شو طب ماشي عشان هنا الجزء اللي تحت اصلا فايبه بالنيجاتيف. بعد كده ال 4 بقى، لو جينا هنا عند ال f 4 هل هي greater than ال f 3؟ هنلاقي هنا ال F4 لازم تبقى greater than ال F3، فمش تبقى مش هتنفع للذان عشان هو اللاين هنا فوق تمام، فهتبقى F4 وجاية هنا على الوال اوكي، هنا ال 2 اوكي وهتبقى بالنيجاتيف عشان هو تحت اللاين تحت تمام، شوف كده مثلا 2 عشان اللاين تحت، هنا 3 هنا 4 لاين فوق، يعني من بعد ال 3 4 5 فهيبقى بوزيتيف، هنا ال 2 نيجاتيف. بعدين بقى يبقى دي لا برضو، بعد كده F2 by F4، F2 اصلا بالنيجاتيف والF4 بالبوزيتيف فكده تطلع نيجاتيف. طب هل النيجاتيف ده greater than ال F3؟ ال F3 اصلا عندها الفانكشن بزيرو فهيبقى ساعتها لا، فدي برضو لا. طب هنا F2 by F4 هنيجي هنا عند ال F2 اوكي هنلاقيها بالنيجاتيف، عند ال F4 هنلاقيها بالبوزيتيف، يعني هيكون هنا نيجاتيف وهنا بالبوزيتيف اوكي، يعني هنا بالنيجاتيف وهنا بالبوزيتيف فساعتها هيكون بالنيجاتيف. طب هل النيجاتيف less than zero؟ فهيبقى ساعتها f2 by f4 يعني نيجاتيف 1 فالزيرو اكبر اكيد، فتبقى هي دي تبقى دي اللي بعده. هو بيقول لي المال نيجاتيف امتى، يعني بالبوزيتيف او زيرو، هي بقى بالبوزيتيف او زيرو امتى؟ الفانكشن عندك اصلا x باور 2 بلس 9 فيرت باي سكند باي 2 يعني نيجاتيف 6 x تمام. هنبدا نرسم هتبقى ثانيه واحده، هي هنا 3 اوكي، الروت بتاعك هنا ب 3 عند ال 3 الفانكشن 0 اوكي،
بعد كده هنقول اللي هنا الـ x power 2 جنبها هنا same، هيبقى بالبوزيتيف، هتبقى بالبوزيتيف على كل function اصلا، هتبقى or، عشان هنا بنعمل يعني هنا مثلا الـ coefficient a بالبوزيتيف، طبيعي هتبقى كلها بالبوزيتيف، بنحددها بنفس الطريقة اللي كنا بنحددها فوق. فبيقول لي non negative امتى؟ يعني بالبوزيتيف امتى وعند الزيرو امتى؟ فهيبقى الـ r كلها، عشان الـ 3 كمان عندي الـ function بزيرو، هتبقى الـ r كلها 33. بيقول لي ان الفانكشن هنا بيجي لك بالشكل ده، بيقول لك ان الـ a greater than الـ 0 يعني بالبوزيتيف، من الاخر عايز يقول لك كده and the root of the equation هم negative 2 1 then the function f is non positive، هنبدا نرسم على number line كده برده negative 2 1 وبعدين الـ a greater than الـ 0 يبقى انا عندي اللي جنب الـ coefficient بتاع الـ x power 2 بالبوزيتيف، هنحط هنا بوزيتيف لان هنا الـ same وهنا الـ opposite، ده الـ same وده الـ opposite. فانا كده عندي بقى الفانكشن نون بوزيتيف يعني بالنيجاتيف امتى وبزيرو امتى، بالنيجاتيف امتى في الجزء ده اوكي، وبزيرو امتى عند النيجاتيف 2 1، فهتبقى نيجاتيف 2 1 كلوز سي. بعدين 34 بقى 34 بقى بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الفانكشن هنا وبيديك ان الاي باور 2 هنا باينه طبعا، ما دام اي باور 2 يبقى اكيد هتبقى بالبوزيتيف، اي حاجه بتتحط باور 2 بتطلع بوزيتيف. بعدين بيقول لي ان الاي هنا مش بزيرو، بيقول لي ان السي جريتر ذان الزيرو، بيقول لي هذا ساين اولويز اكيد هتبقى بوزيتيف. ليه بقى؟ تعالى كده نعمل 4x باور 2 بلس السي، والسي اصلا مثلا 5 ايكوال زيرو، هنيجي نودي مثلا ال 5 الناحيه الثانيه هتبقى نيجاتيف 5 اوفر 4، يعني الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 5 اوفر 4، فانا كده توقعت انها كومبلكس. فما دام هي كده كومبلكس، فاحنا قلنا بنحدد ازاي لو هي كومبلكس، بنحددها عن طريق الكوفيشن بتاع الـ x power 2، لو هي positive فتبقى positive على طول، أو negative فتبقى negative على طول، نفس فكرة الـ choose اللي فوق برضو. بعدين 35 بيقول لي هنا الـ function دي امتى بالـ negative، هنبدأ نجيب برضو الـ two roots ونرسمهم على number line، فنعمل shift 3 هتبقى 1، negative 6 9 هتبقى 3 و 3 بس برضو، هنعمل هنا 3 والاكسبورت 2 هنا 1، فهنحط هنا هي كلها بوزيتيف. هو بيقول لي نيجاتيف امتى، هي مش بالنيجاتيف خالص، فهتبقى 5، ثانيه كده 65 هتبقى 5 عشان هي مش بالنيجاتيف خالص، هي بالنيجاتيف امتى، مفيش اصلا في الانترفال نيجاتيف، هي على طول بالبوزيتيف بس كده 65 خلاص كده.